السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في درس حلقة اليوم. اليوم إن شاء الله أحببت أن أشارك معكم ثاني السلعة لي التي اشتريتها من موقع everbuying.com. هذا الموقع الذي يرسل إلى جميع الدول العربية ومن بينها المغرب. هذه السلعة عبارة عن باور بانك، هو عبارة عن شاحن خارجي للهاتف من سعة 10000 ملي أمبير، وأحببت أن أشارك معكم هذه السلعة التي أتتني اليوم بعد 22 يوما من الانتظار. كما ترون هنا يوجد الاسم الشخصي، وهنا العنوان الخاص بي، وهنا وزن السلعة، وهنا ثمن السلعة، وهنا كذلك كما ترون اسم الخاص بي، البلد والعنوان الخاص بي، وهنا رقم التتبع. لنقوم بفتح هذه السلعة. كما ترون فهي مغلفة من الداخل بغشاء بلاستيكي حتى لا تصلها الرطوبة أو أي شيء. كما ترون هذا هو المنتوج. لنقوم بفتحه. كما ترون هذا هو المنتوج. كما موضح هنا فهو من سعة 10000 ملي أمبير. لنقوم بفتحه. هنا يأتي مع كتيب ليشرح لك التفاصيل التي يجب عليك القيام بها، مجموعة من الإرشادات. وهنا لنرى ماذا هنا بمحتوى هذه الكرتونة. هنا الكيبل الخاص بهذا الشاحن كما ترون، فهو شاحن جد جد جميل، لأنه يعني يمكنك من شحن هاتفك إلى غاية 6 مرات أو 7 مرات، لأنه من سعة 10000 ملي أمبير. إذا أردتم أن تشحنوا به فقط ما عليكم هو الضغط هنا على زر الباور هنا، وترون هو غير مشحون، لهذا فتنبثق لأنه فقط هنا يشتغل باللون الأبيض. عندما يكون مشحون كليا تنبثق هذه، تكون مشعلة هذه الإضاءة كاملة. عندما نريد شحنه نقوم بربط هذا هنا، ونقوم بربطه مع الحاسوب. كما ترون فإنه الآن يشحن. عند الانتهاء من عملية الشحن نقوم بقلب هاته الأزرار، هذا الكيبل نقوم بقلبه، نضع هذا هنا، ونقوم بوضع هذا في الهاتف ويتم شحنه. فهذه السلحة قد أعجبتني حقا وأردت أن أشاركها معكم، وهي بثمن جد جميل، بثمن 16 دولار و75 سنت. أعجبكم هذا الشاحن سوف أضع لكم رابط شرائه أسفل الفيديو في الديسكريبشن. كما ترون فإن شكله جد راقي كما ترون.
وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. إذا أعجبتكم حلقة اليوم لا تنسوا الضغط على زر لايك، لأن لايك منكم في بمثابة تشجيع لي. وكذلك إذا كان لديكم استفسار بخصوص هذا الموضوع لا تنسوا الطرح عليه أسفل الفيديو في الديسكريبشن، وسوف أكون جد سعيد بالإجابة على تساؤلاتكم. وكذلك إذا كانت هذه أول متابعة لكم لحلقاتي لا تنسوا الضغط على زر صابون أو سبسكرايب أسفل الفيديو لتوصلوا بجديد الفيديوهات التي أقوم بنشرها. إلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله.